حتى وصلت حتى هذه اللحظة، هل شكيت في لحظة أن المنتخب الأرجنتيني قد يخسر هذه المواجهة؟ بلا شك في اللحظة حارس المرمى مارتينيز في الدقيقة 102 قد أخرج أو صد بقدمه هدف مؤكد، وهذا كان سيكون سبب في فوز فرنسا، وكنت سأستعد للصرخة، ولكن نحمد الله بأن مارتينيز استطاع أن يصدها بقدمه حتى وصلنا إلى ضربات الجزاء، لأن كانت مباراة غريبة، لأن الأرجنتين كانت تسيطر حتى الدقيقة 80 وحدث التعادل، وكان سوف يفقد الوقت الإضافي، يفقد المباراة أو يخسر فيها.